مكرم عبد اللطيف، عميد كلية العلوم تطوان جامعة عبد الملك السعدي. كيف كتعرفوا الكلية فيها 11,000 طالب من كل جهة طنجة تطوان الحسيمة، كفاءات كبيرة وطاقات كبيرة وسط الكلية ووسط الجهة ديالنا. واليوم احنا حاضرين مع أمانديس ومع الغرفة باش ندعموا الطلبة ديالنا ونشجعوهم ينخرطوا في مشاريع بحال هذه، لأن في نفس الوقت كتخلق فرص شغل. Aujourd'hui, je suis ravi d'être sur Tétouan pour inaugurer notre incubateur en partenariat avec la Chambre de commerce et l'Université de Tétouan. C'est un incubateur qui accompagne des jeunes et futurs entrepreneurs dans leurs projets de développement. Notre mission ici est d'aider les jeunes à créer leur entreprise, développer l'auto-entrepreneuriat au sein des jeunes étudiants et les accompagner dans leur démarche qui vise à non seulement mieux respecter la planète, mais également développer toute l'économie sociale, solidaire, et également la préservation des ressources. On a eu la chance aujourd'hui de voir des étudiants qui ont des beaux projets, et je leur souhaite un très bel avenir sur Tétouan et la région. Merci. اليوم كان عندنا لونور اننا نكونوا في لوفيرتور د انكوباتور المنطلق. دونك جينا باش بريزونتيو لو بروجي ديالنا اللي اسمه باركي. دونك باركي هي واحد لابليكاسيون موبيل اللي كتعطيك لو كونترول ديكسبيريونس انك تباركي. فضاء التنميه المستدامه والحفاظ على البيئه. اليوم كنطلقوا مبادره ديال مشروع حاضنه المنطلق بشراكه مع شركه امانديس، غرفة التجارة والصناعة والخدمات وكلية العلوم، في وجه حاملي المشاريع من أجل احتضانهم وتكوينهم وتأطيرهم للولوج إلى عالم الشغل. دونك الأفكار بحال هذه ديال الحاضنة ديال المشاريع هي من الأفكار اللي مهمة بطبيعة الحال لاحتضان مشاريع ديال الشباب اللي هما أون فاز في الانطلاق ديال لي بروجي ديالهم. بطبيعة الحال هما تيكونوا عندهم واحد النقائص نسميهم نقاط ضعف، اللي بحال هاد المشاريع هادو كتعطيهم بحال قلتي دي كوريكتيف لهاد النقاط اللي عندهم، يعني كتوقفهم من ناحيه ديال لي زيتود فينانسيي، لي سوفت سكيلز، لي زيتود اللي هما تكنيك اكسيتيرا. وبطبيعه الحال كتدير لهم واحد الفيزيبيليتي اللي هي فاس ا فاس مع لي انفستيسور، فاس ا فاس مع لونفيرونمون اللي هو كنعيش سيتويان، ومع الناس اللي هما محيطين بينا.